السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا تطبيق جديد نزل بالمتجر، إن شاء الله نقول أول التطبيقات، هو لأنه بينزل منه كثير، يعني لأنه أبل فتحت الآن الإمكانية إنك تعدل على حكاية الويدجت اللي هي كانت مختصة فقط في نظام الأندرويد. فهذا التطبيق مفيد جدا، هو عمل اختصارات في شاشة التنبيهات. طيب خلونا نستعرض التطبيق. تطبيق اسمه لانشور، هذا هو، بحط لكم الرابط تحت المقطع حق اليوتيوب حق الشرح. هو مجاني التطبيق، لكن عشان تحصل على كامل المميزات حقته بتدفع 2 دولار 99 سنت. هذا هو سعره أمامكم، لكن هو مجاني تحميل، تقدر تحمله تجربه، بيعطيك يعني اختصارات معينة أو قليلة. خلينا نشوفه مع بعض. بعد تحميل التطبيق ندخل نضغط على Let's do this، بعدين نضغط OK، نضغط Yes. هو اختار عشوائي، نضغط على Get it. طيب هو اختار لنا عشوائي الآن، خلينا نشوفه مع بعض. شوف لما نسحب الستار اللي فوق تنزل لنا التطبيقات. طيب احنا نبغى نعدل عليها، ما نبغى اللي هو سواها، نضغط علامة القلم ويطلع الإكس. ونضيف الآن. الإضافة جدا سهلة، نضغط علامة القلم اللي على اليمين في الزاوية فوق، تظهر أمامنا الدائرة الخضراء، نضغط علامة الزائد Add New. هذا الخيار خاص بالأسماء اللي هو الكونتاكت، هذا الخيار خاص لو حابب تحط صفحة في المفضلة توصل لها بسرعة يعني، وهذا الخيار للتطبيقات اللي هو Application، وهذا الكاستمر لانشور. هذا يعني تسوي ديزاين على كيفك يعني. طيب خلينا نجرب واحدة، نجرب من كل نوع واحدة. طيب نضغط على الأسماء، نفصل لك هي. طيب الأسماء يعني بيسألك تبغى إن الاسم اللي بتحطه في الاختصار السريع تبغاه يكون مكالمة أو إرسال إيميل أو مكالمة فيس تايم أو خرائط جوجل أو خرائط أبل نفسها أو مسج. خلينا مثلا نقول اتصال أو رسالة، تقدر تسميها على راحتك. وهنا نضغط على علامة الأسماء يجيب لك هي. نختار الرقم، نضغط على الصح. طيب الخيار الثاني، نختار مثلا تطبيق، استعرض لك كامل التطبيقات اللي بجهازك. مثلا نحط الأبل ستور، تقدر تسميه على راحتك اللي زي ما هو، نضغط علامة الصح. طيب نضيف متصفح، مثلا نضيف صفحة أبل. نضغط علامة الصح. خلينا نشوف نسوي ديزاين. تضغط هنا، كان حابب تحط صورة من الصور اللي عندك، مثلا خلينا ناخذ صورة حية. طبعا مثال،
وهنا نحط الصفحة اللي نبغاها. نضغط علامة الصح. طيب هذه الميزة ما هي شغالة الآن. أهم شيء عندنا الآن الأسماء والرسائل، عندنا التطبيقات اللي بجهازك، عندنا المتصفح. طيب خلينا نجربها الآن معكم، أو خلينا نقفل الآيفون، نسحب ونلاقي اللي احنا سويناها الآن. خلينا نضغط على الرسائل، تضغط الباسورد، فتح لك على الرسالة مباشرة. طيب نجرب الخيار الثاني، الأبل ستور برنامج. أو متصفح. تقدر تعدل طبعا، تضيف تحذف على راحتك. طبعا النسخة الكاملة اللي هي انك تضيف اكثر، انك تضيف اكثر عدد كثير من البرامج، يعني عدد لا محدود. يمكن انا اشوف انها كافية النسخة اللي ببلاش. هذا هو كل شيء، رابط البرنامج تحت الشرح. يعطيكم العافية ان شاء الله.